الرحيم. أنا دكتورة ألفة نوح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني. هنتكلم النهاردة عن نصائح عامة زي ما بعض النقاط اللي طلبت مننا. هنتكلم عن الأغذية اللي المفروض الست الحامل تتناولها أثناء فترة الحمل، تأثير السمنة على الحمل. بالنسبة للأغذية اللي المفروض الست تتناولها، الحقيقة من أول ما تعرف إن هي حامل المفروض يبقى ليها برنامج غذائي معين. لازم تحرص على أداء على تناول أطعمة معينة غنية في الحديد عشان تاخد الكمية اللي هي المفروض تاخدها كل يوم، بالإضافة إنها بتبقى عاملة طبعا تحاليل لو في ثبت إن عندها نقص في أي مادة غذائية معينة لازم يتم تعويضها بالأدوية، بالإضافة إلى الغذاء السليم. لازم تاخد حاجات فيها حديد، لازم تاخد خضروات، لازم تاخد حاجات غنية بالأملاح المعدنية، لازم تاخد مصادر كالسيوم غنية موزعة خلال اليوم، لازم يبقى في تنوع في الأطعمة عموما. غذاء البروتين برضو مهم جدا، لأن البروتين بيدي أملاح معدنية غنية، نسبة حديد عالية، بالذات أول 3 شهور رغم إن بيبقى بعض الحوامل بيعانوا من ترجيع وعدم القدرة على تناول أطعمة معينة، دي ممكن استبدالها بأطعمة أخرى، مش لازم لحمة وخضار، ممكن استبدالها حتى بالمواد أو بالبروتين النباتي مؤقت بس لحد أول 3 شهور ما يعدوا. برضو الحاجات اللي هي المفروض تمتنع عنها تماما الأطعمة اللي فيها مواد حافظة، التونة تاخد منها كمية قليلة، بنقولش انها ممنوعة خالص ولكن كمية قليلة. برضو الكبدة زي ما كنا بنقول للناس ان هي مش ممنوعة خالص، كمية قليلة، مثلا ممكن مرة في اليوم ممكن شريحتين كبدة، دي مفيدة جدا ولكن مش كميات كبيرة. المواد الأطعمة الغير مطبوخة دي ممنوعة خالص، زي الأسماك الغير مطبوخة برضو دي ممنوعة خالص، غير مفضلة ان هي تستعملها. المفروض بيبقى فيه متابعة مستمرة، بيبقى فيه متابعة منتظمة عشان تشوف زيادة الوزن تتناسب مع الحاجات المحددة ولا لا، لأن برضو عدم زيادة الوزن بطريقة سليمة ده ممكن يعكس ان هي في مشكلة في الجنين، في مشكلة في التغذية بتاعة الجنين، فده الحقيقة مهم جدا. النقطة الثانية اللي سألنا فيها تأثير السمنة على الست الحامل، الحقيقة ده مهم جدا جدا، يعني بغض النظر عن حتى فترة الحمل وإن هي زيادة الوزن هتضيف للسمنة بتاعتها وهتبقى غير قادرة على إن هي تؤدي نشاط، غير قادرة على إنها حتى تراعي نفسها، الحقيقة ده مهم جدا، هيأذينا بعد كده في الولادة أيا كانت، سواء كانت الولادة طبيعية أو الولادة قيصرية. الست تبقى أكثر عرضة لمشاكل الحمل أثناء الحمل وأكثر عرضة لمشاكل ما بعد الولادة، سواء زي ما قلنا طبيعي او قيصري. في الحقيقه السمنه دي مؤذيه جدا جدا، يفضل ان الست تكون محافظه على وزن معقول، مش لازم يكون مثالي ولكن وزن معقول، وان هي تتناسب بالكميات الغذائيه المناسبه دون ان تفرط فيها بحيث ما يبقاش عندي زياده في الوزن. اخر حاجه السفر اثناء الحمل، يعني اول 3 شهور بنريستريكت شويه بالنسبه لللاندنج بتاع الطيارات، ولكن اذا كان ضروري بنخليها تسافر ولكن بتاخد مثبت. اخر 3 شهور يعني برضو لو ما فيش اي كونترا انديكيشن او ما فيش اي موانع بنسمح ليها ان هي تسافر بحاجات معينه او بمثبت.